مع الشيخ نعيش في هذه الأيام فرحة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، اليوم الوطني 93. حديث معاليكم عن نعمة الأمن والأمان واجتماع الكلمة وضرورة المحافظة عليها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل على الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر أن أوجد هذا الكيان المبارك المملكة العربية السعودية، حيث يسر الله جل وعلا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كثيرا من النعم بسبب وجود هذه الدولة، حيث إن هذه الدولة قد قامت على الحرمين الشريفين ويسرت طريق الوصول إليهما وسهلت عبودية الله جل وعلا في هذين الموطنين الشريفين، فكان الناس يقدمون بتعب ومشقة وبطرق مخيفة وبأحوال سيئة وإمكانات قليلة، فغير الله جل وعلا الحال وهيأ من الإمكانات و الوسائل الشيء العظيم الذي يتمكن معه المسلمون من عبودية الله في هذا البيت الشريف بالصلاة وبأداء العمرة والنسك وبالاعتكاف ليحقق بذلك أمر الله جل وعلا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن فضل الله عز وجل علينا في هذا الزمان بالنسبة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من أوجدهم الله ليكونوا زائدين عن قضايا المسلمين، ساعين في المساهمة في دعم كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها بما يكون عائدا عليه بالخير والنفع، بل إن الله جل وعلا قد جعل هذه البلاد سبب من أسباب الاستقرار والطمأنينة وكثيرا من أمور توفر كثير من أمور الحياة الطيبة، ولذلك فإن من فضل الله على البشرية في زمننا الحاضر إيجاد هذا الكيان، كما أن الله جل وعلا تفضل على أهل هذه البلاد بصنوف من النعم بسبب وجود هذه الدولة، منها ما يتعلق بالأمور الدينية، من أعظمها عبودية الله جل وعلا بالتوحيد بإفراد الله بالعبادة وعدم وجود شيء من الأمور التي تتنافى مع العقيدة الإسلامية الصافية، فلا يجد الإنسان أضرحة تعبد من دون الله ولا يتوجه بالدعاء لغير الله جل وعلا، وكذلك ما نشهده من إقامة السنة، بحيث نشاهد أن الناس في هذه البلاد يعبدون الله جل وعلا على وفق ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء في صلواتهم أو في بقية عباداتهم، ولذلك نستشعر هذا المعنى العظيم، كما أن الله جل وعلا قد حقق للناس في هذه الدولة كثيرا من المقاصد الشرعية، ومن أعظمها الضرورات الخمس، حيث أمن الناس في هذه البلاد فأمنوا على دمائهم وعلى دينهم وعلى أموالهم وعلى سائر حقوقهم، فكان ذلك من نعم الله جل وعلا علينا في هذه البلاد. والإنسان عندما يستشعر ما كان الناس فيه في الزمان الماضي وما بدل الله به أحوال هذه البلاد، سواء فيما يتعلق باجتماع كلمتهم أو فيما يتعلق برقيهم التعليمي والثقافي أو ما يتعلق بتآلف قلوبهم أو ما يتعلق بما فتح الله عز وجل عليهم من الدنيا، علم حينئذ أن الله قد تفضل على هذه البلاد بنعم كثيرة. وكذلك يشاهد الإنسان ما يتمتع به أهل هذه البلاد من أخلاق فاضلة وحسن تعامل بسبب ما ينتمون إليه من دينهم القويم وما يتعلمونه من
تعاليم شريعة الله السمحة، فيتعلمون الأخلاق الفاضلة والعقيدة الصافية، يرجون بذلك ما عند الله جل وعلا، ويؤملون في الفوز يوم العرض على رب العزة والجلال، وحينئذ نستشعر الفضل العظيم الذي تفضل رب العزة والجلال به على هذه البلاد. لما يقارن الإنسان بين أهل هذه البلاد وعدد من البلدان يجد فرقا شاسعا وبونا كبيرا، مما يستشعر به الإنسان فضل الله جل وعلا علينا بهذه الدولة. فالمملكة العربية السعودية زيادة على كون الناس يشعرون بأنها وطن لهم، إلا أن هناك معان أخرى أعظم من هذا المعنى من استشعارهم أن هذه الدولة تفضل الله عليهم بها بإيجاد عدد من النعم الدينية والدنيوية. فكان الإنسان ممن يستشعر أن الله جل وعلا قد تفضل عليه بأنواع النعم. ومن شاهد أوائل أحوال الناس في هذه البلاد وسمع بأخبارهم يجد الفرق شاسعا. ولذلك فإن الإنسان على مدار التاريخ وعلى مدار الجغرافيا يجد الفرق الكبير بين من يعيش في هذه البلاد وبين غيرهم ممن مضى أو ممن يكونون في زمننا الحاضر. ومن هذا المنطلق يجب على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع من القربات تتعلق بانتمائه لهذه البلاد، أو باستشعاره أن الله جل وعلا قد تفضل على الناس بإيجاد هذه الدولة حتى ولو لم يكن من مواطنيها. ومن ذلك أن يسعى الإنسان في تدعيم مكانة هذه الدولة وإيجاد المكانة اللائقة بها في النفوس، وكذلك يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بالمساهمة معها في جهودها الخيرة التي تحقق مقاصد الشريعة. ومن ذلك أن يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بالانتظام في السلك العام فيها، ولا يتجاوز شيئا من الأنظمة والتعليمات التي ترد فيها، يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا، وهكذا يسعى إلى حفظ مكانة رموز هذه الدولة من ولاتها وممن لهم مكانة فيها، يتقرب الإنسان بذلك لله عز وجل. وهكذا يتقرب الإنسان الله جل وعلا بالمساهمة في الجهود الخيرة التي تكون في هذه البلاد، كل في مجاله وكل على حسب قدرته وطاقته يتقرب إلى الله جل وعلا. وليعلم بأن شكر الله على هذه النعمة مؤذن بزيادتها، فإن الله تعالى قد تأذن لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن هنا فإن الإنسان متى استشعر هذه النعمة وعلم بقلبه أنها منه من الله جل وعلا، وتحدث بهذه النعمة ناسبا إياها لله جل وعلا، وتقرب إلى الله بأداء الأعمال التي تتناسب مع هذه النعمة صارفا لها في مراضي رب العزة والجلال، فإن ذلك يكون من أسباب رضا الله جل وعلا، كما قال وإن تشكروا يرضه لكم، ويكون هذا الشكر من أسباب زوال أنواع العذاب والنقم عن الإنسان، كما قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والوصية للجميع أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بما يؤدي إلى حفظ مكانة هذه الدولة وإعزازها، وعدم الانسياق مع جهود بعض الأعداء الذين يحاولون التشويش عليها، سواء من خلال مواقع التواصل أو وسائل الإعلام أو غير ذلك من الطرائق، فإن
العبد المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بترك مقالات أهل السوء الذين يفرقون بين أهل الإيمان. يتذكروا في هذا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويتذكر في ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ويتذكر قول الله جل وعلا مذكرا بنعمه وخيره وفضله على الناس في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم واعلموا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم ذكر الله جل وعلا ما امتن به على نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته وأمته من الخير العظيم والفضل الكبير، ونهى عن خيانة الله وخيانة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن العبد ينبغي به أن يستشهد أن من نعم الله جل وعلا على الخلق في هذا الزمان إيجاد هذه الدولة المباركة، بارك الله فيها وفي القائمين عليها وجزاهم الله خير الجزاء. ومن الواجب على العبد أن يسعى في تحقيق المقصد الشرعي في إعزاز مكانة هذه الدولة وولاتها، بارك الله في الجهود ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. شكرا الله لكم على هذه الكلمة الجميلة. نستلم عليكم ببعض